اليوم راح اشرح لكم عن topic 2 اللي هو عن regular expression and regular grammar. راح اشرح regular expression بالتدريج والregular grammar بالتدريج بفيديوهات منفصلة عشان ما تكون معلومات كثيرة. اول شيء عندنا regular expression اختصاره RE، هي another way to represent regular language. كان عندنا ال NFA وال DFA بمثل فيهم regular language، هلا كمان عندنا ال RE برضو بمثل فيهم regular language. It contains the following: الألفابت، اللامدا، الفاي، الدوت، بلس، ستار. إيش معنى الدوت؟ إيش معنى بلس؟ وإيش معنى ستار؟ الدوت معناها الـ and، البلس معناها or، والستار معناها closure. الـ closure معناها إنه I can repeat a string infinity many times، بقدر أكرر السترينج عدد لا نهائي من المرات. هلا أول for example we have the string had a and بين قوسين A or B. الـ A الأولى إجباري تيجي أو إجباري أحطها إني أكتبها، لو مثلاً بدي أشتق منها إجباري أنزل الـ A الأولى. ليش؟ لأنه ما في or هان. هل بتفهموا إيش معنى ليش ما في or هان؟ هلا عنا هان A or B، وهنا بالقوس بقدر أختار يا A يا B. فيا إنه لما بدي أشتق بحكي A A أو بحكي A B، ما بقدر أختار إنه A A B من القوس مرتين، لا بختار مرة واحدة من القوس، ويا هاي ويا هاي. هلا عندي A closure وبين قوسين A or B. A closure معناها بقدر أعمل تكرار لل A عدد لا نهائي من المرات، ومن ال closure it contains lambda. مش كان في إنه بنحكي من قوانين ال closure it contains lambda، يعني بقدر أعوض عن ال A بلامدا. فلما أعوض عنها بلامدا بصير empty string، بختار من القوس مثلا يا A يا B. مثلا اخترت B، فهيها إنه ال B بتنتمي للغة لأنه ما عوضت عن ال A بلامدا واخترت من القوس B. هلا عندي على كل القوس closure، معناها بقدر أكرر القوس أكثر من مرة، وفي كل مرة بكرر القوس بختار منها يا A يا B. يعني بأول قوس مثلا اخترت A وتاني قوس اخترت B، ما بقدر اختار A و B وبعدين ارجع من القوس تاني اختار كمان A و B. هاي معناها. هلا عندي examples بحكي لك numbers of A in W بيساوي 2، وعندي numbers of A in W اكبر من او بتساوي 2، و numbers of A in W اقل من 2. هلا انه numbers of A in W بيساوي 2، هلا بهمني اني احقق الشرط زي كل مرة، فانا بكتب A A. هلا هل في شرط على البي؟ انه في شرط معين على البي؟ لا، فما بهمني شو بصير على البي، فبحط بي كلوجر انه لو تكررت او عوضت عنها بلامدا ما بهمني، بس اهم شيء عندي انه عدد الاي مرتين. هلا فرضا بدي اشتق من السترينج هاد، فلو بدي اشتق اي اي بي بي، هل بقدر اشتقه من هذا السترينج؟ هلا بنشوف مع بعض. اول شيء اجت عندي A، يعني بما انه البي عليها كلوجر بقدر اعوض عنها بلامدا ها. بعدين اجت A، قصدي الA هاي، فبنزلها. هلا كمان اجت A عندي هان B، بما انه عليها كلوجر زي ما حكينا بقدر اعوض عنها بلامدا وتصير empty string وباخذ الA هاي. هلا عندي تنتين B، حكينا ال B بقدر أعوض عنها عدد لا نهائي من المرات، فهان B closure B closure. فأول مرة بعوض عن ال B مرة واحدة، وهان بعوض عن B مرة واحدة، فصار عندي ال string A A B B. يعني بعمل ignore لللامدا لأنه أصلا معناها empty string. هلا عندي ال A عددها أكبر من أو بيساوي 2، أهم شي عندي أمثل ال A مرتين. هلا المرة الثالثة يمكن نحطها هيك A closure، بس شو عن ال B؟ يعني هيك كأننا نسينا ال B، فعشان اني امثل ال A وال B بنفس الوقت وانه اثنين بتكرروا عدد لا نهائي، بقدر اعمل احطهم بقوس مع بعض واعمل A or B وكلهم closure. هيك بقدر اكرر ال A عدد لا نهائي من المرات في كل مرة بشتق القوس اكثر من مرة، وبرضو نفس الشي لل B. طبعا بي ما بهمني شو بصير عليها، فهان بي كلوجر وهان بي كلوجر. هلا فرضا بدي اشتق A B B B B،
هل بقدر اشتق هذا من السترينج هات؟ اول شيء لا تنسوا اللي ما عليها كلوجر معناها اجباري استخدمها، تمام؟ فعندنا اول شيء ايه، هاي عليها كلوجر فبعوض عنها بلامدا، وهان ايه بنزلها، هان عندنا بي 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 بي، بقدر اشتق هذا البي اربع مرات، بي 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 بي. هلا اجت ايه، هاي اجباري استخدمها او اجباري لما بدي اشتق انه احطها بالاشتقاق لانه ما عليها كلوجر، تمام؟ فانه هذا الستينج لا ما بقدر اشتقه لانه انا ما استخدمت هاي الايه. طيب الاخر مثال بحكي لك عدد الايه اقل من او بتساوي الاثنين، معناها عندي ثلاث احتمالات انه يا الايه بتساوي اثنين، يا الايه بتساوي واحد، يا الايه بتساوي صفر. هلا خليني امثل كل مرة واحدة، وزي ما وانتبهوا اني حكيت عندي ثلاث احتمالات وفي بينهم او، يعني بينهم اور. فاول شي خليني امثل الصفر، الاي صفر بتساوي صفر يعني ما حمثلها، بس احط بي كلوجر لاني لازم امثل البي، بس ما بهمني كم عدد تكرارها وشو الشرطة اللي عليها. بعدين حنزل الاور البلس، بعدين انا بدي امثل الواحد تكرارها واحد، هيا ايه شو بصير على البي؟ ما بهمني، فحط بي كلوجر وبي كلوجر. والاثنين مثلناها قبل انها بتساوي اثنين، فكانت بي كلوجر ايه بي كلوجر ايه وبي كلوجر. ومن لو بدي اشتق بقدر بس اختار جزء واحد لانه بينهم اور، فانتبهوا على هاي الشغلة. وبس هاي اول جزء اللي هو اللي بيحكي عن الـ RE، وجزء منه شرحت لكم عن الاشتقاق.